يشكلون دائرة غريبة ويبدأون في الدوران حول بعضهم البعض بشكل مخيف ومرعب. الأمر يتكرر، لقد بدأ في الصين ثم ظهر في الأردن. إذن ما الذي يحدث حولنا؟ ما الذي يحدث للأغنام ويصيبها بالجنون لهذه الدرجة؟ سوف أحكي لكم في ملخص القصة. في ظاهرة غريبة لم يتم إيجاد تفسير واضح لها حتى اليوم، أظهر مقطع فيديو قطيعاً من الأغنام في جنوب الأردن تدور حول نفسها في حادثة شبيهة لما شهدته الصين قبل أيام، حيث راح قطيع من الأغنام يدور حول نفسه بلا توقف لحوالي أسبوعين ويشكل دائرة تطوف حول نقطة غامضة. تداول ناشط مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لقطيع أغنام يدور حول نفسه، قيل إنه في محافظة الكرك جنوبي المملكة الأردنية الهاشمية. الشاب الأردني محمد النوايسة الذي وثق الفيديو أوضح أنه التقط المقطع في منطقة المرج بمحافظة الكرك وسط ذهول الجميع لما يحدث، وأكد أن هذه الظاهرة تحدث لأول مرة أمامه، والكثير من المرة توقفوا لالتقاط الصور والفيديوهات للقطيع. كما أبدى راعي الأغنام المسؤول عن الخراف دهشته وحيرته وقال إنه لم يرى هذا الأمر من قبل. تم إرسال الفريق البيطري في مديرية زراعة الكرك للموقع للتأكد من الظاهرة، مرجحاً أن الأغنام تسير خلف المرياع في الأغلب. يذكر أن المرياع هو كبش من الغنم يعزل عن أمه يوم ولادته ويسقى من حليبها دون أن يراها، ويوضع مع أنثى حمار غالباً ليرضع منها من رضاعة صناعية حتى يعتقد أنها أمه، وبعد أن يكبر يمنع من التزاوج ولا يجز صوفه للهيبة وتنمو قرونه فيبدو ضخماً ذو هيبة، وتعلق حول عنقه الأجراس الطنانة الرنانة، علماً أنه إذا ثار المرياع صار القطيع وراءه معتقداً أنه يسير خلف زعيمه البطل. لكن المرياع ذو الهيبة المغشوشة لا يسير إلا إذا سار الحمار ولا يتجاوزه أبداً. أما مات بيل أستاذ في قسم الزراعة بجامعة هيرب توري في إنجلترا فله رأي مختلف قليلاً حول هذه الظاهرة الغريبة، فهو يقول إن الأغنام قد تكون بقيت في داخل الحظيرة لفترات طويلة، وهذا قد يؤدي إلى سلوك نمطي مع الدوران المتكرر بسبب الإحباط من التواجد في مساحة محدودة، مشيرا إلى أن انضمام الأغنام الأخرى هو لأن الأغنام هي حيوانات قطيع وتقوم بما تقوم به الأغنام الأخرى. وفقا لدليل ميرك البيطري تهيمن عقلية القطيع على السلوك الاجتماعي للأغنام، والتي تتحكم في تحركات الحيوانات وتحمي الأفراد من الضواري من خلال دفعها إلى الفرار من الخطر كمجموعة. فيما لا يزال سبب دوران الأغنام حول نفسها غامضاً رغم محاولات المتخصصين تفسير تلك الظاهرة المثيرة والغريبة. تعددت التفسيرات لهذا المشهد غير المألوف، وذكرت بعض التقارير أن دوران الأغنام قد يرجع إلى إصابتها بمرض بكتيري يسمى داء الاستريات، المعروف أيضاً باسم مرض الدوران. ويبقى السؤال، هل ستظهر هذه الظاهرة في دولة أخرى كما ظهرت في الصين والأردن؟ وهل ترمز إلى شيء خفي لا نعلم عنه شيئاً بعد؟